أهم النصائح التي تقدم لك ولي ولكل متعلم لغة هي ألا تحفظ الكلمات بشكل موحد، ولكن احفظها بشكل متصل مع كلمات أخرى وضمن السياق ومع العائلة الكريمة. ولهذا السبب أنا مستمر معكم بهذا الفيديو. رح اليوم نتعلم، أخذنا فعل هالتن بكل الأماكن مع سوابق مهمة، واليوم رح نأخذ اشتقاقات فعل هالتن. يا ترى رح نشتق منه أسماء كثيرة ومستخدم كثير بالحياة اليومية، ومع هالشي رح يتغير معاني كثير كلمات. تحياتنا لكم ونشوفكم بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم من جديد. أول كلمة اليوم هي عنا هالتشتيلة، دي هالتشتيلة. هالتشتيلة هي موقف الباص. مثال على ذلك: Du musst an der nächsten Haltestelle aussteigen. Du musst an der nächsten Haltestelle aussteigen. يجب عليك النزول من الحافلة في الموقف القادم. وبما أننا عم نحكي عن الباص، في عنا كلمة der Haltgriff. Der Haltgriff أي المقبض. لما بتكون طالع بالباص في مسكات تمسك فيها مشان إذا كنت واقف بشكل والباص عم يمشي مشان تثبت حالك، فهي اسمها der Haltgriff. مثال على ذلك: Der Bus hat überall Haltgriffe. Der Bus hat überall Haltgriffe. أي يوجد ضمن الباص في كل مكان مقبض، مقابض لتتمسك بها. وبما أنه عم نحكي عن السيارات، في عنا مفردة أيضا هامة جدا وهي Das Haltverbot. Das Haltverbot أي التوقف الممنوع، أي مكان منع التوقف. مثال: Du stehst im Haltverbot. Du stehst im Haltverbot أي أنت تتوقف مكان ممنوع الوقوف فيه. المفردة اللي ممكن نشتقها أيضا من فعل halten هي der Haushalt. Der Haushalt ما له مع علاقة بفعل halten، لكن der Haushalt يعني الأسرة بشكل عام. مثال على ذلك: Ich muss mich den Haushalt kümmern. Ich muss mich den Haushalt kümmern. أي يجب علي أن أهتم بأسرتي، أتولى أمرهم يعني. بما أننا نحن ضمن الأسرة، ففي عنا مفردة متصلة بهذا الموضوع واللي هي der Unterhalt. Der Unterhalt بما معنى المعاش أو بما معنى النفقة. مثال على ذلك: Ich muss den Unterhalt für meine Familie zahlen. أي يجب علي دفع نفقة عائلتي، يعني أنا الشخص المكلف بدفع النفقة على عائلته. تمام؟ Ich muss den Unterhalt für meine Familie zahlen. أما في المفرد التالي التي نشتقها من هذا الفعل هي der Vorbehalt. Der Vorbehalt هو التحفظ. تحفظ يعني تشتغل شيء ولكن مع التحفظ، يعني أنه ليس مستمر بشكل عام ولكن ممكن يتغير إذا طرأ تغير آخر. مثال على ذلك: Mein Vorgesetzter teilte mir mit, mich unter Vorbehalt zu befördern. يعني الموظف الأعلى مني قال لي أنه سيساعدني أو سوف يدعمني ولكن مع التحفظ، أي ممكن يطرأ شيء يتغير بالموضوع أو يتغير ضمن الشركة إلى آخره، فهاي المساعدة راح تلتغى حسب التغيرات، يعني أنا ما راح ضل دعمك بهذا الأسلوب إلى الأخير. Also mein Vorgesetzter teilte mir mit, mich unter Vorbehalt zu befördern. ملاحظة صغيرة بالنسبة للجمل
والأمثلة الواردة كلها رح نكتبها إن شاء الله بصندوق الوصف، فما تاكلوا هم موضوع الكتابة وعدم التركيز بالفيديو، خليكم مركزين بالفيديو بالأمثلة، وإن شاء الله بعد ما تخلصوا الفيديو بتنزلوا على صندوق الوصف تنسخوا الكلمات وتلصقوها عندكم أو بتكتبوها على رياحتكم. منتابع معكم بالأمثلة، ففي عنا كلمة دي هالت باكايت التي تشتق من فعل هالتن. دي هالت باكايت هي الصلاحية، أو ممكن دي مندست هالت باكايت. دي مندست هالت باكايت هي الحد الأدنى لمدة الصلاحية. أما الكلمة التالية المشتقة من فعل هالتن هي دي هالتا. دي هالتا هو الحامل، حامل كل شيء، إن كان مثال على ذلك حامل المناشف، حامل البشاكير، أو حامل الشمع إلى آخره. مثلا حامل بشاكير دي هانتوخ هالتا، دي هانتوخ هالتا، دي كاتسن هالتا، حامل الشمع. أما هالتا يأتي لها معنى آخر وهو مالك الشيء، المالك، صاحب الشيء. فمثال على ذلك نقول دي فاتسويك هالتا، دي فاتسويك هالتا. فمثال على ذلك أنت ممكن تكون ماشي بالشارع فبتوقفك البوليس، أنت سائق بالسيارة، يقولك wer ist der Halter von dem Fahrzeug، من هو صاحب السيارة؟ wer ist der Halter، erster Halter، zweiter Halter، مالك السيارة الأول، مالك السيارة الثاني إلى آخره. أما معنى كتير بعيد عن فعل halten ومشتق من فعل halten هو der Buchhalter، der Buchhalter واللي هو المحاسب، وكلمة مشتقة منه أيضا هي دي بوخالتونغ، دي بوخالتونغ المحاسبة، يعني محاسب بشركة معينة أو المحاسبة بشكل عام. ممكن نحطها بمثال دراي بوخالتر كومان سيش أم دي بوخالتونغ، دراي بوخالتر كومان سيش أم دي بوخالتونغ، أي ثلاث محاسبين يهتمون بموضوع الحساب، الحسابات، يعني حسابات الشركة. معنى آخر مشتق منها هي der Aufenthalt. der Aufenthalt هي الإقامة، إقامة بشكل عام، إقامة إن كانت der Aufenthaltstitel، كرت الإقامة، أو der Aufenthaltsdauer، مدة الإقامة، ein Touristenaufenthalt، ein Studentenaufenthalt etc. مثال على ذلك ein Studentenaufenthalt im Ausland mit einer Aufenthaltsdauer von einem Jahr kostet 1000 Euro. مثال على هذا مثال، يعني إقامة طالب بالخارج، برا im Ausland، بالخارج، مع مدة إقامة Aufenthaltsdauer von einem Jahr، سنة كاملة، تكلف 1000 يورو. مثال على ذلك كوستت. وهيك بالنهاية بحب أتشكركم كتير على حسن المتابعة، وبتمنى لكم الخير والتوفيق، ومنشوفكم إن شاء الله بفيديوهات جديدة. السلام عليكم.